شباب وزين زي يا طب لا دي دوابوش يا موتي شمال في عصابة أفوت بوتي دوتو سيلاني وقاتي قبالي دو يعني Thank you.
الطبيعة الحرة. السلام عليكم، ان شاء الله عجبتكم الجولة اليوم معنا في بارك ناتور تاع لافال. كما راكم تشوفوا لا ناتور، كما راكم تشوفوا لا ناتور، اللي تحب لا ناتور هنا تصيبها موجودة، راهي حاضرة بزاف هنايا. عندنا كاين هنايا الحيوانات، كاين ميم زواوش، كاين تاني، كاين الطبيعة كما راكم تشوفوا، كما ديتكم تشوفوا، كاين تور تاع التران، كاين واش كاين تاني يا ربي، دايرين تاني التور تاع الطخا، وكاين التور تاع هذوك لي بوني ايضا. واش كاين عفوا، كاين تاني كاين لي سير تشوفوهم، كاين تاني بزاف لي عشاق تاع لي بلانط وكلش هنايا، تصيبو كامل انواع تاع لي بلانط. بون هنا ما يبيعوهمش بصح شوفوهم غير باش واحد ياخذ نظره. الدراري يعجبهم بزاف الحال. كاين تاني بارك صغير للدراري، كاين بالصابل وكاين اللي بلاش باش يلعبوا الاطفال. كاين من تحتها كما تشوف كي ديتكم لو تور باللو تران، كاين واحد ان لاك يواسيو فيه التور تاع هذاك يطرح لي الهضره، يديروا فيه لو تور تاع الكانوي، ماشي غالي بزاف، تطلعوا نتا مع ولادك وطلعوا معاه، يطلعوا بزاف الغاشي فيه. اذا هذه هي بالنسبه للجوله تاع اليوم والخرجه تاع اليوم اللي هي ماشي غاليه. تقدروا كاين اللي يقدر يستاسيونيو باركينغ لداخل، واش بونس انا 8 دولار 8 دولارات، ولا تقدر اللي ما حبش يخلص يستاسيوني لتحت قدام الديور ويطلع ابي يدخل، ما كاش حتى مشكل. هذه فكره فقط باش دولاتكم يخرجوا بثمن قليل. اذا تحبوا فيديوهات كيما هادو قولوا لي باش ندير لكم فيديوهات اللي يكون تدو تحبسوا ولادكم بارخص الاثمان هنا في كندا.
نتمنى ان الفيديو نال اعجابكم ان شاء الله تخليكم توجو بخير وعلى خير، وانا نبقى لي غنقول لكم بقاو على خير ويا من عاش.